قالت مصادر أممية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عازم على التمديد لمراقبي الأمم المتحدة لاتفاقية الحديدة البالغ عددهم 75 مراقبا. يأتي هذا التمديد مع قرب انتهاء فترة 6 أشهر التي حصل عليها المراقبون بداية يناير الماضي. وتواجه الأمم المتحدة عراقيل عدة بعد رفض ميليشيا الحوثي إعطاء البعثة الأممية أذون دخول للبلاد. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب رفض الميليشيا إعطاء أذون دخول لبعثة المراقبين الدوليين، وما مستقبل وتداعيات ذلك على تنفيذ اتفاق الحديدة والحل السياسي في البلاد. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. اعتزام أممي جديد للعمل على تمديد مهمة لجنة المراقبين الدوليين في اليمن المفترض انتهاؤها بعد أيام. قد يكون التمديد لأي بعثة أممية مسألة تحصيل حاصل، لكن اللافت في هذه اللجنة التي جرت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمن في القرار 2452 في يناير الماضي، والتي تتولى مهمة إعادة الانتشار في الحديدة، يتمثل في أن المراقبين 75 سوف تنتهي ولايتهم، ولم تطأ أقدام غالبيتهم أرض اليمن باستثناء 15 منهم. كانت ميليشيا الحوثي قد عمدت على عرقلة إجراءات دخول المراقبين الدوليين إلى البلاد من خلال رفضها منحهم تأشيرات دخول للمناطق التي يسيطرون عليها، في خطوة وصفها مراقبون بمحاولات الميليشيا الساعية لمساومة الأمم المتحدة إذا ما حاولت اتخاذ خطوات لا تنسجم مع مصالحها. وعلى الرغم من عرقلة الميليشيا لتأشيرات دخول بعثة المراقبين، إلا أن رد الأمم المتحدة كان خجولاً حين لم تشر إلى من يقف وراء ذلك، مكتفية بالقول إنها لم تحصل على أذونات الدخول لأعضائها. الحكومة الشرعية بدورها أكدت أنها تتعاون بشكل كبير في تقديم كل ما يدعم الأمم المتحدة وفرقها، متهمة الميليشيا باستحداث العراقيل، وهو ما يؤكد عدم جنوحها لتنفيذ اتفاق الحديدة. عراقيل الميليشيا العديدة تجاه تمديد عمل لجنة المراقبين دفع العديد من السياسيين إلى التساؤل حول سياسة الأمم المتحدة حيال خطوات الميليشيا التي لا تقتصر على المراوغة في تنفيذ اتفاق الحديدة، بل تتجاوز ذلك إلى تحشيدها المتواصل في فتح جبهات جديدة جرت البلاد معها إلى مزيد من الدمار والموت. لا يبدو التمديد لولاية بعثة المراقبين الدوليين مجدياً في ظل عجزها عن الوصول إلى الأراضي المفترضة لبدء مهمتها، وفي ظل عجز من سبقوها إلى الداخل في تنفيذ جزء مما اتفق عليه. إذن نبدأ النقاش، وينضم إلينا من الرياض المحلل السعودي، المحلل السياسي السعودي عبد الرحمن مرشد. سيد عبد الرحمن المرشد، مساء الخير. يا هلا والله. أهلا بك سيد عبد الرحمن. يعني كيف تنظر إلى اعتزام الأمم المتحدة تمديد عمل لجنة المراقبين الدوليين؟ هل يعد هذا فشلا في إنجاز المهمة الموكلة إليهم؟ طبعا شوف، اتفاق الحديدة أنا في رأيي أنه ولد ميتا. يعني إحنا كلنا يعني عرفنا أنه الميليشيا الحوثي الانقلابية عقدت 6 مشاورات في السابق، آخرها طبعا اللي هي ستوكهولم، ومع ذلك لم تلتزم بأي مشاورة من المشاورات السابقة. بالنسبة لموضوع الحديدة، لا يعني لم يخرج بعيدا عن المشاورات السابقة، عندما كانت المفاوضات تجري بين الحكومة الشرعية وبين الميليشيا الانقلابية، كانت الميليشيات تعمل الخروقات وتهدد يعني حقيقة الدول وتزرع الألغام وتعمل يعني الكثير حقيقة من المشاكل، ومع ذلك يعني الأمم المتحدة لم يكن لها حقيقة تحرك واضح. الميليشيا الحوثي لا تلتزم وليس لها عهد وليس لها ميثاق. يعني الآن اتفاق الحديدة هذا ماذا فعلت الميليشيا الحوثي؟ لم تفعل أي شيء، وبالعكس يمكن ما يمكن اللي حصل من اتفاق الحديدة عزز من عندما أوقفت الشرعية عن تحرير مدينة الحديدة، قامت ميليشيا الحوثي الانقلابية بتعزيز الدفاعات وحفر الخنادق والمتاريس، قامت بأكثر من 2000 خرق، قامت يعني حقيقة بالكثير من الانتهاكات، ومع ذلك لم تتحرك الأمم المتحدة. أيضا كلنا نتذكر في فترة سابقة عندما قام الجنرال أعتقد باتريك، عندما يعني أنا أعتقد أنه هذا الجنرال باتريك كان يعني في تلك الفترة
كان من أشجع من تحدث عن 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 وضع الميليشيا الانقلابية، عندما قال أن من يعرقل السلام، قال صراحة عندما قال أن من يعرقل السلام هي الميليشيا الحوثية الانقلابية، وأكد في تلك الفترة أن من ينهب المساعدات هي ميليشيا الحوثية الانقلابية، من قام بنهب المخازن الأغذية وإحراقها هي الميليشيا الحوثية الانقلابية، وأكد على هذا الأمر. وبالتالي ماذا حصل؟ تعرض موقفه إلى إطلاق نار، وبالتالي يعني خرج، أنا أقول خرج ولم يعد. فلذلك يعني أنا ما أعتقد، أنا لم أرى أي يعني ضغط واضح على ميليشيا الحوثية الانقلابية للدخول بشكل جدي في هذه الاتفاقية، وهي أنا أعتقد أنها تندرج كما كسابقاتها كما في السابق بالاتفاقيات السابقة المشاورات السابقة التي لم يتم تطبيقها على أرض الواقع. نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الرحمن. أرحب الآن بضيفي من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. دكتور مساء الخير. مساء النور. أهلا بك دكتور. يعني انقضت 6 أشهر على عمل لجنة المراقبين، يعني ما الذي تحقق حتى الآن، أو حتى يعني تعتزم الأمم المتحدة تمديد الفترة لإنجاز ما تبقى؟ الأخ العزيز، الأمور واضحة. يعني نحن نقول بأن اتفاق ستوكهولم ولد ميتا ولن ينجح، وكل اليمنيين وكل العالم وكل العرب يعرفون بأن الحوثيين لن يلتزموا بهذا الاتفاق، لكن هناك من يتكلم وهناك من لسبب أو لآخر لا يتكلم أو لا يريد أن يوضح هذه الحقيقة. هناك حقيقة مثل عين الشمس، وهي أن الحوثي لن يلتزم بهذا الاتفاق. إذن إزاء هذه الحقيقة الواضحة على التحالف العربي وعلى الحكومة اليمنية أن يسأل هذا السؤال: هل هم بحاجة إلى التأقلم مع هذه الحقيقة، أم أنهم يجب أن يعيدوا حساباتهم ويعيدوا رسم استراتيجية جديدة بعيدا عن ألاعيب الأمم المتحدة وعن روتينها الممل وعن تصريحاتها الساذجة والمملة كذلك؟ لا يمكن أبدا أن تستمر الأمور على ما هي عليه بهذا الشكل. إذا أرادت الحكومة اليمنية وأرادت التحالف العربي أن ينجز التقدم، فعليه أن لا يرتهن، وعلى الحكومة أن لا ترتهن للأمم المتحدة. الذين يذهبون إلى الأمم المتحدة عبر أزمات العالم كلها هي الأطراف الضعيفة، معروف هذا. الذي يلجا الى مجلس الامن الذي يستخدم لغه الادانه ونطالب ونريد ونتقصى، وهذه لغه ضعيفه مستهجنه، وهي لغه الاطراف الضعيفه التي تلجا الى مجلس الامن والى الامم المتحده. يا عزيزي، في 1994 اتفق مع علي عبد الله صالح او لا تتفق معه، كان هناك خط احمر امريكي على عدن، وكان الجيش حينها يحاصر المدينه، ومع ذلك دخل الجيش الى المدينه. وما الذي حصل؟ في اليوم التالي لدخول الجيش إلى المدينة صدر قرار دولي من مجلس الأمن الدولي بالإجماع يؤيد وحدة اليمن، مع أن أحداث 1994 كانت بين قوات تريد الوحدة وقوات أخرى أرادت العودة إلى ما قبل عام 90. الذي حصل أن الأمم المتحدة اعترفت بالأمر الواقع. الذي حصل الآن في 2014 بعد فارق العقود ذلك، أن الحكومة اليمنية وقفت مترددة دون أن تدخل إلى مدينة الحديدة، والتزمت بالخطوط الحمر، ثم ذهبت بعد ذلك إلى المتاهات التي نعرفها الآن. لا يمكن أن نخرج من هذه المتاهة ما دمنا في يد الأمم المتحدة. أنا أعتقد أن على الحكومة أن تضع خطوطا واضحة أمام المبعوث الجديد، لأنه إما هذا أو هذا. لا مجال، يجب أن يضيق مجال وهامش المناورة. بالأمس يكذب مبعوث الأمين العام مارتن جريفيث، يكذب على أعضاء مجلس الأمن بأن الحوثيين انسحبوا من الموانئ. ما الذي حصل؟ أمس أي قبل يومين يقول مايكل لولسغارد المراقب الجديد أو رئيس لجنة الرقابة الجديدة بأن الحوثيين لم ينسحبوا من ميناء الحديدة، وأن المظاهر العسكرية لا تزال كثيفة للحوثيين في ميناء الحديدة. قال إنهم انسحبوا من ميناء الصليف، من ميناء الصليف ورأس عيسى، وإن صدق في ذلك فالميناءان أصلا مهجوران، يعني لا يستفيد منهم الحوثيون. العبرة بالانسحاب من الميناء الحلوب في الحديدة، وهذا ما قال لوسغارد أنهم لم ينسحبوا منه، مكذبا رواية مارتن جريفيث أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي. لماذا كان ذلك التكذيب؟ كان ذلك لأن هناك حملة شعبية كبيرة ضد مارتن جريفيث، أعقبت بحملة حكومية، أعقبت برسالة من رئيس الدولة إلى الأمم المتحدة يقول فيها بأنه لن يتعامل مع مارتن جريفيث ما لم يغير من هذا النهج.
فما الذي حصل؟ بدلا من أن يعتدل مارتن غريفيث ويقول بأنه كذب على مجلس الأمن الدولي وكذب على العالم بأن الحوثيين انسحبوا من ميناء الحديدة، أوعز إلى خادمه المطيع مايكل لولسغارد بأن يعتذر نيابة عنه على صيغة اعتراف بأن الحوثيين لا يزالون في الميناء، مكذبا بشكل غير مباشر رواية غريفيث إلى مجلس الأمن الدولي. هذه الأمور واضحة، يجب أن تكون الحكومة اليمنية قوية. هذا لا يعني الدفع باتجاه الصدام، وإنما يعني الدفع باتجاه الالتزام بالثوابت الوطنية، الالتزام بحق الحكومة في السيادة، الالتزام بالقرار الدولي 22/16 الذي يلزم الحكومة تحت الفصل السابع ويلزم العالم ويلزم التحالف العربي منفذا لهذا الفصل السابع بسيطرة الحكومة على كافة ترابها الوطني. هذا هو الحاصل وهذا ما يجب أن يكون. نعم، إذن ابقى معي دكتور، وأعود لضيف المحلل السياسي السعودي عبد الرحمن المرشد. سيد عبد الرحمن، هل تتفق مع ما قاله الدكتور محمد جميح بأنه يعني آن الأوان أن يحدد التحالف العربي وأيضا الحكومة الشرعية موقف من تلاعب الأمم المتحدة فيما يتعلق بملف الحديدة، لأنه يعني كما وصف الدكتور هو الطرف الذي يهتم بمتابعة الأمم المتحدة أو يتبعها بكل حال، هو الطرف الأضعف والذي يعني الأمم المتحدة يعني لا تنصفه في نهاية المطاف. نعم، إذن يبدو أن الاتصال بالمحلل السياسي السعودي عبد الرحمن مرشد عاد مجددا. سيد عبد الرحمن، هل تسمعني؟ نعم. سيد عبد الرحمن، يعني كنت قد تساءلت بأنه ما طرحه الدكتور محمد جميح في أنه يجب على الحكومة الشرعية وعلى التحالف العربي تحديد موقف من تلاعب الأمم المتحدة في مسألة اتفاق يعني ستوكهولم وملف الحديدة بشكل عام، يعني كون الطرف التابع للأمم المتحدة والذي يعني يراهن عليها هو الطرف الأضعف بنظرها، ونهاية المطاف هي لن توصله إلى أي طريق. نعم، شوف طبعا أنا لم أستمع إلى كلام ضيفك الكريم كاملا من قطاع الاتصال، لكن اللي فهمته منه أنه لابد حقيقة أن يكون هناك حسم عسكري بالنسبة لموضوع الميليشيات الحوثية. الميليشيات الحوثية يعني وكلنا نتفق يعني أنا أتفق مع ضيفك والكل يعني حقيقة أنه فعلا الميليشيات الحوثية لا تلتزم بعهد ولا تلتزم بمواثيق، ويعني لا ليس لها يعني ليس هناك أي مجال يعني نعم، إذا يبدو أن هناك مشكلة في سماع السيد عبد الرحمن، سيتم معاودة الاتصال به مرة أخرى. وأعود للدكتور محمد جميح، يعني دكتور 6 أشهر والسبب واضح، هو كما يعني تتحدث الأمم المتحدة بأنه يعني عدم منح أذونات لفريق المراقبين الدوليين، يعني 6 أشهر والسبب معروف، ومع ذلك الأمم المتحدة تأتي لتطلب تمديد فترة أخرى ربما 6 أشهر أخرى، ويعني الأمور كلها واضحة والأسباب واضحة، ولكنها وكأنها تصم على أذنيها من أو يعني على تربط على عينيها من مشاهدة الأسباب التي يعني هي جلية وواضحة في نهاية المطاف. هو الخلل أخي العزيز ليس في الأمم المتحدة، الأمم المتحدة هي ليست وسيلة حرب، الأمم المتحدة مهمتها حسب قانون إنشائها أن تطفئ الحرائق. الأمم المتحدة لن تحسم الوضع، هذه ليست مهمتها، حسم المعركة هي مهمة الحكومة والتحالف العربي. وبالتالي نحن نخطئ عندما نقول أو عندما نأمل من الأمم المتحدة أن تحسم المعركة في الحديدة. الأمم المتحدة هي تتبع الأحداث على الأرض وتتصرف بناء على الأحداث على الأرض، ما يجري على الأرض يشجع الأمم المتحدة على أن تسلك هذا المسلك الناعم اللين مع الحوثيين والمراوغ أيضا مع الحكومة. ما معنى أن تنتهي مهمة هذه البعثة 6 أشهر ويجدد لها مرة أخرى مع أن أكثر أعضائها لم تمنح لهم إشارة تأشيرات دخول إلى البلاد من إلى الأماكن التي يسيطر عليها الحوثيون حسب رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش إلى مجلس الأمن، إلى أعضاء مجلس الأمن. حمل الحوثيين المسؤولية، قال بأن
غالبية أعضاء الفريق لم يتمكنوا من الوصول إلى اليمن أو إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، في إشارة واضحة إلى أنهم لم يمنحوا تراخيص الدخول لمراقبي الأمم المتحدة. 15 مراقبا موجودون، لا أدري من لحق بهم بعد ذلك، لكن الغالبية من 75 الذين صدر بهم قرار دولي لم يصلوا إلى اليمن. نعم، لم يصلوا إلى اليمن. إذن الأوضاع هي كالتالي: هناك مراوحة في الجانب الميداني، هناك اطمئنان حوثي إلى أن المعركة لن تتحرك، هناك اطمئنان أممي إلى أن الحكومة لن تصعد الأمر دبلوماسيا بعد أن التقت مساعدة أو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية بالأخ رئيس الجمهورية، ولكن لا ينبغي أن تظل الأمور في هذه المراوحة إلى ما لا نهاية. هذه 6 أشهر بان فيها مراوغة الحوثيين، بان فيها كذبهم عندما قالوا سلمنا الميناء في المرة الأولى، بان فيها كذبهم عندما قالوا سلمنا الميناء للمرة الموانئ للمرة الثالثة أو الأخيرة هذه الثانية، بانت فيها أيضا تباينات في مواقف الأمم المتحدة بين الجنرال باتريك كامرت والجنرال لوريس غاد، بان فيها أيضا تناقض مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. كل هذا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار من الطرف الحكومي، وأن يؤخذ بحزم وبقوة من التحالف العربي، وأن يرسل إلى الأمم المتحدة بأن الأوضاع لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه. ينبغي مخاطبة لندن بحكم أنها المعنية وحاملة القلم في الملف اليمني، ينبغي مخاطبة واشنطن وموسكو وبقية الدول أو العواصم الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن الدولي من أجل تهيئة الأرضية لعودة الحسم فيما يخص محافظة الحديدة، لأن ذلك في تصوري هو الرد الأمثل لما جرى باستهداف مطار مدني في أبها السعودية، وهو الرد الأمثل لما جرى من استهدافات المدنيين في حجوف اليمن وفي العود وفي الحشا في الضالة ولمهاجمة قعطبة ومهاجمة المناطق في الضالة. كل ذلك ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار من أجل سحب الأسباب التي أدت إليه، والأسباب التي أدت إليه هي خروج الحوثي منتشيا ومنتصرا بفعل اتفاق ستوكهولم الذي أوقف المعركة في الحديدة. نعم، لكن دكتور، طالما وقد حددت الأمم المتحدة يعني السبب في يعني فشل وصول المراقبين الدوليين، لماذا يعني المجتمع الدولي بدلا أن يعني لا يحاسب وإنما يعني يدين الفاعل في مسألة فشل وصول المراقبين خلال 6 أشهر الماضية سيلجأ إلى تمديد فترة أخرى؟ لأنه لا يجد أنه من اللازم عليه أن يدين الطرف المعرقل، لأن الطرف الآخر لا يضغط بقوة من أجل الإدانة. يعني لو أن الحكومة اليمنية وقفت بشدة وأصرت على عدم استقبال مارتن جريفيث إلا بعد أن تصحح الأوضاع، إذا كان اتفاق ستوكهولم بالأصل وليس في صالح الحكومة، لأن الأصل أن معركة الحديدة كان ينبغي أن تقف مقابل دفع ثمن، هذا الثمن هو انسحاب الحوثيين من الحديدة، هذا هو الأصل، أن يكون هناك وقف للمعركة مقابل انسحاب الميليشيات من داخل الحديدة، لأنهم أصلا كانوا محاصرين وكان الوضع محسوما بالنسبة للحديدة. فكان يفترض أن يأتي الأمر كالتالي: نحن يا حوثيون نسمح لكم بالخروج الآمن والسالم من الحديدة بدلا من أن تنطحنوا داخل المدينة، لأن هذه المعادلة العسكرية حينها. لكن ماذا حصل؟ الذي حصل أنهم بعد أن ذهبوا إلى ستوكهولم، بدلا من أن تكون المعادلة انسحاب حوثي مقابل توقف المعركة، أصبحت المعادلة انسحاب مقابل انسحاب، انسحاب الميليشيات مقابل انسحاب الحكومة. وعندما أوتي إلى التطبيق كذب الحوثيون أنهم انسحبوا، وطلبت الحكومة بالانسحاب، بما يعني أنه انسحاب الحكومة مقابل بقاء الحوثيين. هذا حمق، هذا نوع من الحمق، هذا نوع من عدم إدراك الأمور. ينبغي أن تكون الأمور واضحة الآن. يعني إذن دكتور، هنا في نقطة أخيرة، يعني هل تتوقع أن يتم يعني إعطاء فترة أخرى لفريق المراقبين الدوليين؟ وهل تتوقع أيضا أن يعني يكون هناك موقف ل التحالف وأيضا للشرعية قبل أن يتم إعطاء فترة التمديد للمراقبين الدوليين؟ يا عزيزي، الإشكال الحاصل أن الأمم المتحدة تتعامل مع الحوثي كمجنون، ينبغي التعامل بحذر معه، ينبغي أن لا نقترب من حدوده، لأنه يمكن أن يرتكب الحماقة الكبرى، يمكن أن يدمر، يمكن أن يقتل نفسه، تماما كما تتعامل مع مجنون. هذه هي الرؤية الدولية للحوثي ربما، ولكن الواقع أن المجتمع الدولي يجب أن يتعامل مع الحوثي خارج عن القانون. هناك فرق
عندما تقدم الشرطة على رجل مجنون يحمل القنبلة ينبغي أن تتعامل معه بحذر، لكن عندما تأتي الشرطة وتحاصر مبنى فيه رجل خطير يحمل سلاحا يكون أسلوب تعاملها مع الخطير العاقل غير أسلوب التعامل الذي تتخذه مع المجنون بالضبط. غير العاقل. يجب أن تتعامل الأمم المتحدة مع الحوثي كخطر دولي على الملاحة الدولية وكخطر دولي أيضا على اليمنيين في الداخل. وإذا ما تم التعاون مع الحوثي كذلك وذلك بفعل سياسة مكثفة من الحكومة تكرس هذه الصورة للحوثيين في الخارج، إذا ما تم التعامل معه بهذا الشأن فإن أحدا لن نسأل عليه إذا ما أثيرت الحرب ضده ولن يسعى أحد لإيقاف هذه الحرب. لكن الحاصل أن الحكومة اليمنية لا تقوم بواجبها إذا كشف هذه العصابات أمام المجتمع الدولي. نعم. وبالتالي يظل المجتمع الدولي يرى الليونة والرخاء الحكومية وهو في الأخير لا يهتم ولا يكترث. الأمم المتحدة هي تريد أن تظهر بأنها نجحت، مارتن جريفيث يريد أن يقول بأنه نجح. نعم. ولذلك سطر إنجازا كبيرا عندما قال بأنه نجح في توقيع اتفاق ستوكهولم، نجح في إقناع الميليشيات الانسحاب ولو كذبا، نجح في عدد من النقاط، يريد أن يرفع بذلك من أجل أن يستمر في المهمة، ما لم فإنه سوف يعزل، ما لم فإنه سوف يعلن فشله وبالتالي ينصرف، وهو لا يريد ذلك. لكن من المتضرر؟ المتضرر هم اليمنيون، المتضرر هي الحكومة اليمنية، المتضرر هو التحالف العربي، عليهم أن يسعوا من أجل كسر هذه المعادلة. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد جميح محلل سياسي كنت معنا من لندن، وأعود لضيفنا الذي نتمنى أنه قد عاد مجددا المحلل السياسي السعودي عبد الرحمن المرشد. سيد عبد الرحمن هل تسمعني الآن؟ نعم أسمع بوضوح. أهلا بك سيد عبد الرحمن، يعني بات من الواضح اليوم بأنه يعني من سيغير الأمر الواقع في الساحل الغربي ومحافظة الحديدة على وجه التحديد هو الطرف الأقوى باعتقادك. هل الشرعية والتحالف يعني باتوا يعني يعرفون هذه الحقيقة أو يعملون على يعني تغيير شيء في الواقع بهذه المناطق؟ طبعا شوف، الكل يعلم والكل يعني يدرك حقيقة ما تقوم فيه ميليشيا العصابات الحوثية، لكن حقيقة المشكلة الشرعية والتحالف هو مكبل ببعض القرارات الأممية. طبعا احنا لو تحدثنا مثلا عن احنا الان عام 2018 نجد ان الامم المتحده دعمت العصابات الحوثيه ب 20 مليون دولار طبعا تحت مسمى نزع الالغام، وفي هذا العام دعمتهم ايضا ب 20 مركبه تحت مسمى ايضا نزع الالغام. هي طبعا التناقض اللي صاير الان، انت تدعم من ينزع الالغام على اساس انه تعطيه على اساس انه بينزع الالغام اللي وزرعها. يعني الآن اليمن الآن مليء بالألغام، يعني حسب التقارير الرسمية العصابات الحوثية زرعت أكثر من مليون لغم، زرعتها أمام المدارس، أمام الجامعات، أمام المساجد، زرعتها في المواقع المدنية. لم حقيقة لم تكترث أبدا ولم تفرق بين موقع عسكري أو موقع مدني. وكل حقيقة ما يعني يحصل الآن في اليمن من نكبات كلها تحت رأس هذه العصابات الانقلابية الحوثية. طبعا أنا أتفق مع ضيفك الكريم عندما ذكر أنه لابد أن يكون هناك يعني الحل هو الحسم العسكري. طبعا لابد، أنا أعتقد أنه الحسم العسكري الآن هو الحل الناجح، لأن لن نصل إلى سلم مع العصابات الحوثية الانقلابية. هذه العصابات يعني دخلت فيها العديد من المشاورات بدون أي نتيجة تذكر، بالعكس وهم على طاولة المفاوضات وهم جالسين ينتهكوا حقيقة هذه المشاورات. ولذلك لن نصل إلى حل، لابد أن يكون هناك. لكن أنت أشرت إلى نقطة سيد عبد الرحمن أنت أشرت إلى نقطة بأن التحالف العربي والحكومة الشرعية يعني ملتزمون بقوانين الأمم المتحدة، وأيضا لو أتينا لما قاله الدكتور جميح هو الطرف الملتزم بقوانين الأمم المتحدة والتابع لها، يعني دائما ما تنظر إليه الأمم المتحدة بأنه الطرف الأضعف وبالتالي لن ينال أي نصر عن طريق تبعيته للأمم المتحدة ولقوانينها، وهذا واقع التحالف والشرعية حتى الآن. شوف هو الآن أنا بقول لك حاجة، الآن نحن لاحظنا الفترة الأخيرة في تغير في نبرة الخطاب السياسي تجاه الأمم المتحدة. يعني احنا لمسنا طبعا الخطاب اللي أرسله فخامة الرئيس عبد ربه هادي إلى الأمم المتحدة وذكر عام موضوع جريفيث وما يتعلق حقيقة من انحياز الأمم المتحدة للجانب الحوثي. هذه اللغة
لم تكن موجودة في السابق. أضف إلى هذا أنه ما أطلقه المتحدث الرسمي لقوات التحالف عندما ذكر أنه هذا أمر يعني غير مقبول أن الأمم المتحدة تقدم 20 مركبة للعصابات الحوثية. طبعا هنا لغة الخطاب على ماذا تدل؟ تدل أن هناك، أنا أتوقع بإذن الله أن المرحلة القادمة بيكون هناك تغير واضح، على تغير واضح في التعامل مع العصابات الحوثية الانقلابية على أرض الواقع. أنا متأكد أنه طبعا شوف من سيكسب المعركة؟ لو سألتني من سيكسب المعركة، أنا أقول لك سيكسب المعركة صاحب النفس الطويل. التحالف والشرعية هم صاحب النفس الطويل الآن، وما زالوا، وأنا أعتقد، بس المشكلة طبعا سياسة النفس الطويل هذه تؤثر حقيقة على الشعب اليمني، على مقدرات الشعب اليمني. لكن سيد عبد الرحمن، يعني ولو قاطعتك هنا، يعني النفس الطويل وبالمقابل الطرف الآخر يقوى ويكبر أكثر وأكثر، يعني كما نلاحظ بعد 5 سنوات ما زالت، يعني ظهر الطرف الآخر بعمليات نوعية وقصف لمناطق حساسة واعتداء على بارجات بالمياه الإقليمية، وبالتالي الوضع يتطور ويتعقد بشكل أكبر. صحيح صحيح، نعم أنا أتفق معك أنه فعلا العصابات الحوثية هذه ليس لهم أمان، وهي عصابات حقيقة مضرة ليس بالمملكة العربية السعودية فقط أو بالشعب اليمني، إنما هي مضرة بالعالم أجمع، مضرة بالسلم العالمي. الآن بدأت تتدخل وتصل إلى مصادر الطاقة العالمية، عندما استهدفت بعض عندما استهدفوا حقيقة مضختي نفط في وسط المملكة العربية السعودية واستهدافهم المطاربة، كل هذا يؤكد على أنه تصعيد كبير من قبلهم. أنا اللي أعتقده أنه يجب حقيقة الشرعية، شوف الشرعية اليمنية يجب أن تتحرك، يجب أن يكون هناك تحرك ودخول قوي، أو على الأقل يا سيد الكريم أن يكون هناك سيطرة كاملة على الميناء بحيث أنه ما تدخل أي سفينة، ما تدخل أي بضاعة إلا يتم تفتيشها من قبل قوات الشرعية، هذا أولا. وإذا كان هناك مثلا قرارات أممية تكبل حقيقة الشرعية والتحالف، أنا أعتقد أنه يفترض أن يكون هناك توجيه مثلا جميع مثلا البضائع، جميع ما يرد إلى ميناء الحديدة أن يتم توجيهه إلى ميناء بديل. يجب استحداث ميناء بديل، وإلى أن ينخنق وأن يموت هذا ميناء الحديدة، هذا اللي أنا أعتقده. ولكن أنا أعتقد أنه المعركة مع الحوثي، أتفق مع ضيفك الكريم أن المعركة مع الحوثي لن تحسم إلا بالحسم العسكري. وأنا أتمنى حقيقة أن يكون هناك تدخل قوي، أن يكون هناك قرار قوي من قبل الشرعية، خاصة وأن الشرعية تمتلك الأدوات، تمتلك الجيش القوي المدرب. وبالذات يعني أنا أتحدث عن لواء العمالقة، يعني هذا حقيقة قوي، جيش قوي، جيش مدرب، يمتلك أحدث الأسلحة. أنا أعتقد أنه لو أعطي الضوء الأخضر أنه سيتم تحرير الحديدة بإذن الله في وقت قياسي. يجب أيضا، اللي أتمنى، يجب أن يكون هناك لغة أقوى من قبل الشرعية اليمنية في التعامل مع الأمم المتحدة ومع تصرفات الأمم المتحدة في هذا الموضوع. وين يجب أن يكون هناك يعني حقيقة تصرف قوي، يجب أن هناك دانة قوية، يجب أن هناك تحرك على الجانب الرسمي. وضحت الصورة. الأمم المتحدة حقيقة. نعم. وأشكرك جزيل الشكر. الأمم المتحدة حقيقة. تفضل أكمل إذا لديك حديث سيد. لأن الأمم المتحدة حقيقة يعني الآن يعني هدفها أو تعاملها ليس حقيقة واضح في التعامل مع العصابات الحوثية الانقلابية، تغطي على هذه العصابات وأيضا جميع ما تقوم فيه العصابات الحوثية من انتهاكات، من ناحية مثلا تجنيد الأطفال، من ناحية تجنيد النساء، من ناحية زرع الألغام. بالضبط. لم يتم حقيقة إدانتها بشكل وبالتالي هي أيضا أكثر من 4 سنوات من الحرب، ويعني يفترض أن التحالف والشرعية باتوا مدركين لآلية عمل الأمم المتحدة وما الذي تقوم به في اليمن. وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي السعودي سيد عبد الرحمن المرشد، كنت معنا من الرياض. وأشكر ضيفي الآخر الدكتور محمد جميح، كان معنا من لندن، محلل سياسي. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله.